وكل غالي عزيز او كل عزيز غالي. بص الرحمن تمام. امسك الصنبله وانت تعرف لفه ما تعرفش. اه عندك كام استعلب ده؟ صلى على الحبيب عمر وحلاوه. هاي رد. السلام عليكم ورحمه الله. النهارده بامر الله نزلنا سوق السيده عائشه تحديدا عند قهوه سكر. عاملين لقاء مع ابو حبيبه، هنتكلم ان شاء الله عن معلومات وهنتكلم على الجديد اللي موجود عند ابو حبيبه. طبعا الفتره الاخيره زي ما احنا عارفين ان في حاله تنقلات بالنسبه للناس اللي بتبيع الاكل وكمان بتبيع الادويه. الناس دي بدات تتحرك ناحيه قهوه سكر، وده طبعا بسبب ان في يعني تطوير فندان السيده عائشه. فهنتكلم عن المكان بتاع التواجد الجديد بقى فين. خليكم معانا. السلام عليكم. عليكم السلام. يا ازيك يا استاذ محمد؟ عامل ايه؟ وحشني يا غالي. الله يخليك. كل سنه وانت طيب. طيب يا غالي. النهارده في مفاجاه حلوه لهواه طيور الزينه، ان السوق كله اتجمع تاني زي قديمه. معانا حبايبنا كلهم موجودين النهارده ان شاء الله. معانا المهندس حسام النشار، ومعانا ملك صفوت، ومعانا الجندي، ومعانا الناس كلها اللي كانوا في الجنينه. وعندنا النهارده هنا في قهوه سكر الغنام واحسن ناس، والمستلزمات الطيور كلها بقت مجمعه في مكان واحد، والادويه كلها بقت مجمعه في مكان واحد. يعني الهوا هيجي من الالف للياء هتلاقيها ان شاء الله، وكل حاجه حلوه ان شاء الله. هنبدا تقريرنا النهارده بعصافير كانت موجوده واختفت وظهرت تاني. معانا العصفور الجاوه بفضل الله بكميات مش هتلاقيها في السوق بفضل الله. معانا الجاوه بجميع انواعها، معانا الابيض، ومعانا الحبشي، ومعانا مصبعات رايقه، وفي سيلفر كمان. وفي سيلفر ده بسم الله ما شاء الله قفص فاكهه. الله اكبر. احجام بسم الله جنبه، حاجات بسم الله ما شاء الله، عين حمراء وعين سوداء. الحاجات دي هتنزل على النت يا بقى انت؟ تنزل النهارده. ومعانا استاذنا حبيبنا الغالي. الله يخليك. منور. الله يخليك. تسلم يا حبيب قلبي. انا عايز اتكلم على معلومه في الجاوه. تمام. ان في بعض الناس بتبيع الجاوه على انها كبير وبتبقى احجامها صغيره. لا طب بص يا استاذ محمد، عايز اقول ان ما شاء الله الاحجام معروفه. انا هنمسك مثلا حاجه عشوائي. فضل الله عصفور. فضل الله طبعا عصفور فتره الحر قلنا بيخس وبيقلش ماشي وبيغير ريشه، جميع الفيتامينات كلها بتخش في الريش. فضل الله العصفور واقف زي ما انتم شايفين كده، ولا واقف بينهج بسبب عصير البرتقال اللي احنا اتكلمنا عليه يا استاذ محمد. الفيتامين سي مع الاملاح الهيدروسيف اساسي في الحر. ارفع عصفورك عشان الجهاز الحراري. العصفور واقف. الله اكبر. جاوه بتعض بتعض بجد، يعني حاجه بسم الله ماشي فضل الله الحاجات دي. بس قبل ما ندخل على العصفور كنت عايز معلومه كده في السريع، ازاي اعرف الذكر من الانثى؟ طيب بالنسبه للجاوه سهله جدا. الذكر اي لون هتلاقي جفن تقيل ومنقاره احمر وفي قتب من فوق. تمام. الانثى المنقار شاحب او باهت والجفن خفيف ومفيش القتب بتاع اللي فوق. حبشي سيلفر فون نفس القصه، يبقى الجفن التقيل، المنقار الاحمر، القتب اللي فوق المنقار ماشي. طبعا على الصوره اهو بيقلش. يعني ايه قال؟ شوف كده يا استاذ محمد الدبابيس دي تنبيت الريش. الله ينور عليك. ده طبعا طبيعي بما اننا في فتره الصيف. العصفور لو ما علاش في فتره الصيف ده ما بيبقاش طبيعي. تمام. ان هو في فتره غير الريش دي اسمها فتره الراحه، ان هو بيجهز الموسم بيبدا بقى يطلع على نظافه. العصفور يبقى جاهز غذاء وفيتامينات وخلاص ريشه طلع، عشان العصفور لو اشتغل في فتره القلش ما بيعمرش، وحتى لو عمر بيطلع زغاليل ضعيفه جدا وساعات بتموت بسبب فيها امراض. زائد ان هو بيبقى مجهد جدا لان فتره غيار الريش دي يعني العصفور بيبقى محتاج غذاء ومحتاج راحه. طبعا 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 زي البني ادم بالظبط، بيجي فتره لازم يريح فيها. بس في نقطه صغيره بس. طبعا استاذ محمد عارف ان لنا قناه خاصه بيا
وهو الصراحة ربنا يبارك له عامل ليه شغل فيها كتير قوي ربنا يبارك له، ومنزل اللينك بتاعها عنده وهينزل النهارده برضو بتاعك ان شاء الله. كانت في معلومه كده، انا حصل فيديو معايا كان اختلاف الراي مع اخ هو اسمه الاستاذ احمد عثمان ربنا يبارك له، الراجل يعني كان حصل اختلاف في الراي ان هو كان واخد كوكتيل والعصفور جاله جهاد حراري عنده وجاله اسهال، هو ما كانش مقتنع لغايه ما شاف الفيديو اقتنع، والصراحه الراجل بادب وبذوق لقيته مقدم اعتذار وقال لي يا ريت تنزله لي على جميع الجروبات، فانا بقول له شكرا على ذوقك وعلى ادبك وعلى يعني اخلاقك العاليه، وانا بقول لك انا هعوضها لك ان شاء الله، تيجي تاخد اللي انت عاوزه معناها الاثنين وليك خاصه. تمام ماشي يا ابو حبيبه ماشي. ربنا يبارك معانا النهارده، طبعا الجو خلصنا منه، معانا الزبره بجميع انواعها، نركز في النوع، زبره بجميع انواعها بتبدا من 120 150 لغايه 300 350. في اربع امامات خدهم ماشي. معانا اللاف برد او عصافير الفيشر بجميع انواعها بفضل الله، المدبوح مدبوح بكره بس دجر ب 150. اللاف برد طبعا وجماله، هو اتسمى لاف برد ان هو عصفور بيبقى وليف واقف مع عليفه دايما في غزل وحب زي بالظبط الاثنين اللي جوه كده، في حاجات كتيره قوي تلاقيهم واقفين كده مع بعض توينز مع بعض. الكوكتيل بعد ما جه حصل موضوع الرفع ونزل تاني بدا الكوكتيل يرفع تاني، وبيرفع باسعار غريبه ومفيش كوكتيل في السوق. تمام. يعني اللي بينزل النهارده الجزء النهارده اقل جزء 750 و800 جنيه اللاتين 800 جنيه ماشي. فاحنا بنقول اهو عز ستيرك عز ستيرك. تمام. الكوكتيل مطلوب على طول طول السنه، صيف شتاء مطلوب. تمام. الاستاذ اللي كان بيهاجمني بسبب الجرينات برضه عمل معايا مصالحه، قال ابو حبيبي انا عرفت غلطي وحقك عليا واعتذر لي والموضوع خلص، وقال لك كله يربي جرينات، وفعلا كل الناس الله اكبر داخله في موضوع الجرينات وحباه. عصفور سهل التفريخ زيه زي الكوكتيل، اكله مش مكلف، وعصفور هتلاقي منه فلوس ان شاء الله. طيب موجود حاجات من الجرينات اللي الناس معانا جرينات ومعانا حاجات حلوه زي كده يا رب. صلي على الحبيب. طبعا الجرينات مستوى كتير، ده باينابل ماشي. طبعا الحمار ده هنوري فيه فرق في المستويات، جزء بيبدا من 4000 لغايه 5000 جنيه، وفي حته انا هوريها لكم تحفه، ده باينابل عادي. تمام. هنا يختلف شويه. حته ب 175 و 150. صلى على الحبيب. حمار وحلاوه. هاي ريد. عصفور ثلاث شهور بالحمار ده. ثلاث شهور. ماشي؟ الحاجات دي بيتكلموا فيها الحته ب 3.5 و4 ب 3. عرض بثلاث. وبالنسبه للعمر بتاع الحته دي على سبيل المثال ثلاث شهور. بسم الله ما شاء الله ثلاث شهور والحمار ده، ولسه شاف انت شاف يا استاذ محمد الحمار طالع لغايه فين؟ طبعا كل ما الحته بتكبر كل ما على تغيير الريش ما غير ده ما ده ما قلاش ده ما قلاش ده ما قلاش ده ما قلاش طبعا مع تغيير الريش الحمار ده كله بيسرح زي ما احنا شايفين كده. الحمار واصل لغايه فين؟ تمام. شايف يا استاذ محمد؟ طبعا شيء طبيعي الحمار هيزيد طبعا طبعا. معانا كمان اليولو سايد في جماله. بسم الله ما شاء الله. احجام الله اكبر عليها. الركعه التغذيه. وكل طيرك صح. مستنبت. ما تبخلش عليه. تفاح. خضار فلفل الوان عوضه. واكيد طبعا انا كل ما بدخلش على الطير الطير ما بيدخلش عليا. وكل غالي عزيز او كل عزيز غالي، الناس تحسبها كده، كل غالي عزيز وكل عزيز غالي.
معانا النهارده اليمام الماسي. ماشي، الجزء بيبدا من 450 و500 جنيه. معانا حته مصبعه من التحف، عرض المفروض عامله 1500 و1750، 1000 جنيه للي هياخدها. اللي العرض ده مش موجود، الجزء بيتباع ب 3500 وب 4000 جنيه. الحته دي عامله 1000 جنيه مصبع. طبعا معانا الفلل بجميع انواعها. مش هنقول ورد، ده شجر باذن الله. وتمام علامات الحرب كمان واضحه اهي قدامنا يا باشا. اتفضل كمان. زي ما احنا شايفين كل الاسوينج. وادي الريمبو او قوس الرحمن، بلاش الاسم. محمد قوس الرحمن، الحاجات دي كانت بتتباع ب 8000 جنيه، كانت تطلع السودان ب 8000 جنيه. النهارده ولا 8 ولا 7 ولا 5 ولا 1000، الجزء ب 600 جنيه. 600 جنيه؟ تكساس كان ب 45000 جنيه، الحته ب 300 جنيه، ب 250 جنيه كمان. عامله 2200. بادج بطعم الكوكتيل، عصفور ما تعرفش تمسكه في ايديك. طبعا العصفور بيقلب زي ما انتم شايفين، بس بفضل الله. وانا في عاده، معلش، انا عصفور ريشه اتكسرت منه لازم اشيلها عشان تطلع على نظافه. تمام، ماشي. بسم الله ما شاء الله على الحجم والعمق والهيد والتكسيره. طبعا الكوكتيل الفرنساوي ومعروف طبعا الملكي ده، جوز بفضل الله ذكر فرنساوي مع انتهى لاتيني، مطلعين اربع زغاليل، حته لاتيني وثلاث حتت فرنساوي، طلعوا الزغاليل خدوهم تاكيل يدوي والجوز موجود. مطلعين عندك يا عند لسه الزغاليل، لسه اخر زغلول لسه طالع دلوقتي. بسم الله ما شاء الله، لسه مطلعوا زغلول باتشي كده لسه. ما ماشي. اللاتيني الروز ب 550، الالبينو الروز اللي وصل 1200 النهارده ب 900 جنيه تايتين. ماشي. الكناريا البنوت النوتي بيبقى قليل، قليل على الالبينو، ونتي كبيره شغاله الله اكبر. الكناريا اللي كانت ب 700، لا ولا ب 700 ولا ب 600، ب 500 جنيه. طبعا ليه؟ عشان فتره الحر البراكيد او البرد اللي هو البغبغان القزم ب 1000 جنيه. الكوكتيل بيبدا من 750 ل 800. ماشي. الفلل العاديه بتبدا من 150 200 جنيه على حته، ده غير العين الحمراء غير اللاسونجات، دي حاجه تانية برضو فيهم حاجات الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. دي تركيبات يا استاذ محمد، تركيبات ريمبو او قوس الرحمن. الالوان بس عامله ازاي؟ اعلى حته 200 جنيه اعلى حته. بسم الله. تمام يا ابو حبيب. ماشي يا استاذ محمد. معانا بقى الجديد النهارده، طبعا كل عارف ان السلاحف بطيئه، اجري. اسرع سحلف. دي اليوناني يا ابو حبيبه. ايه دي اليوناني؟ هما بيسموها اليوناني بس انا بالنسبه لي اسمها زراعي، مش موجوده كتير. الحلال موجوده اللي هي الصحراوي اللي هي خس. دلوقتي امسك السحلفه
ما تعرفش. عاملة كام استعلاف بلاش؟ دي عاملة 700 وفي صغيرة 500. احنا نمسكها علشان نبقى عارفين ان هي قد ايه بالظبط. باينة اهي قدامي. الحاجات دي اشتغلت وباضت فعلا يا استاذ محمد. بس ما هو مع حتة التطليع بتبقى ليها طبعا رملة وسخونية. حتة بتبقى من 700 500. احنا كده في حاجه ناقصانا؟ لا ان شاء الله. وكل جديد بقى عندنا بقى باذن الله. اللي عاوز ادويه موجوده، عاوز دخن عندي دخن محترم جدا، دخن محترم جدا. ولا تقول لي فرط ولا تقول لي سنبله فاضيه. تمام. من المزرعه، من المزرعه على هنا زي ما احنا شايفين الحاجه اساسا متواضعه، يعني مش ما بقالهاش فتره. لا يا بص يا استاذ محمد، امسك السنبله وانت تعرف. تمام. اوريك الدخل اللي موجود في السوق. فضل. انا بجيبه عشان معلش انا اسف باكل منه الطير كده ايه هنا في السوق. لو عاوز الكيلو ب70 جنيه و60 جنيه. تمام يا ابو حبيبي، هستاذنك بس اكيد احنا هنسيب اللينك بتاع القناه تحت في الديسكربشن او صندوق الوصف. عايزين رقم تليفون حضرتك معاك كذا تليفون، انا هديهم لكم 0100 23 98 380 011 22 66 4 3 7 1. واي حد عاوز اي معلومه عن عينيها الاثنين مش هتاخر لحد. بس معلش انا اسف، ما حدش يجي لي الساعه 3 بالليل ويتصل بيا يا جدعان. انا موظف برجع من الشغل عاوز اريح، ما حدش يزعل مني لو اتاخرت في الرد. بس اي حد بيبعت لي على الواتس على 0100 برد عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واي حد هيجي من القناه تبع الاستاذ محمد له احلى خصم. حصان طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جدا للاستضافه. الى اللقاء في فيديو جديد ولقاء جديد ان شاء الله في امان الله.